اختتمت دبي مخيمها الصيفي لطلبة المدارس الذي نظمته خدمة الأمين ومبادرة فرجان دبي في مجمع زايد التعليمي بدبي بعد إقبال لافت ومشاركة فاعلة من الأطفال واليافعين. واستهدف المخيم فئتين عمريتين، الأولى من سن 6 إلى 9 والفئة الثانية من 10 إلى 15 لكلا الجنسين، وذلك بهدف دعم أجيال المستقبل وتنمية فكرهم بالإضافة إلى تكوين شخصياتهم وصقل المواهب المبدعة من خلال ما قدمه من برامج وفعاليات متنوعة. كما نظم المخيم عددا من الرحلات الخارجية الاستكشافية والعلمية والترفيهية. ويعد المخيم الذي يقام موسميا فرصة مهمة لتدريب الشباب على مهارات الحياة والاستفادة من أوقات الفراغ في العطلة الصيفية عبر إشراكهم في الأنشطة والبرامج والفعاليات المختلفة.